السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اعزائي المتابعي قناه مغرب نيوز. كنت واجد الان امام العمليه ديال هدم البناء العشوائي بمنطقه بني خلف المحمديه. هنا كنت واجد بالقرب من هذه العمليه الان دائما ومباشرة من بني خلف حيث كانت تواجدوا بالقرب من عملية ديال الهدم ديال البناء العشوائي. هذا البناء ملاحظنا هذوما لا 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 هذا فيه مازلنا معكم المكان اللي كنت